ازيكم؟ عاملين ايه؟ منورين، دايما سعيد بيكم هنا في اليوتيوب، والحمد لله وصلنا ل50,000 مشترك، وان شاء الله يعني برضاكم عنا واشتراككم معانا اكتر واكتر ومتابعتنا ان شاء الله نزيد ونكبر مع بعض، ويبقى طول الوقت متواجدين يعني معا يعني للمحاورة والمناقشة والكلام، او برضو الصداقة عبر السوشيال ميديا مش وحشة، إن كان فيها كمان صداقة العقل والشرح والمناقشة. المهم، في جميع الأحوال الموسم اللي احنا فيه ده بينه وبين الإلغاء خطوات قليلة، رغم إنه الحمد لله تعالى يعني لسه الحالة لم تزداد في مصر، وإن شاء الله ما تزدادش بما يخص مرضى فيروس كورونا، لكن الفكرة في الوقاية. الوقاية هي الموضوع، يعني ما بنقول الناس تقعد في البيت مش غرضنا، او مش غرض اللي بيقولوا يعني انه ده هينهي على الفيروس، لكن هيقلل الاصابات وقاية يعني. وبتتحسب بقى مع الوقت، يعني بتتحسب ازاي مع الوقت؟ فالموضوع هيطول شوية، فبالتالي تطويل الموضوع في هذا الامر هيوصل ان الدوري المصري هيكون صعب اعادته وعودته. احنا دلوقتي كسواء زملكاويه او كاهلاويه بمهتمين اكتر بفكره كاس افريقيا وبطوله دوري افريقيا، وبالتالي الاهتمام تقريبا بتاع الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي هيبقى منصب على فكرة عودة المباريات والتدريبات الإفريقية، يعني التدريب عشان المباريات الإفريقية. هو ده القصة، هو ده الموضوع. طبعا كلنا شفنا دلوقتي إن فكرة إنه كارتيرون صرح وقال إنه في عرض خاص من اليابان وإن أنا أروح فورا، لكن أنا رفضت رغبة في الاستمرار في الزيك والحصول على بطولة إفريقيا. هي دي فكرة كارتيرون من الاصل، مجيئه للزمالك من الاصل افريقيا، هو راجل محب لافريقيا، اسمه كبير في افريقيا، عاوز يكبر اسمه اكتر واكتر في افريقيا. فالزمالك خطوه مهمه في تاريخ كارتيرون اللي عنده 49 سنه انه يقدر يستمر في افريقيا اسما كبيرا ناصعا، يعني بالحصول على بطوله افريقيا مع الزمالك كما فعلها مع مازيمبي. المهم، هنا بقى نرجع تاني لكارتيرون. كارتيرون زي ما قلت لكم قبل كده، واتصور ان المستشار مصطفى منصور صرح بهذا الامر، ان كارتيرون مستمر الموسم اللي جاي في الزمالك، وانه المفاوضات دلوقتي في طريقها يعني انهم يتوافقوا مع بعض ويستمر موسم كمان ان شاء الله تعالى. وبالتالي هيبقى كل الصفقات وكل الاعارات وكل الاستغناءات هيبقى المرة دي السنة دي أو الموسم اللي جاي هيبقى كارتيرون صاحب قرار وكلمة واضحة فيها، واعتصر إن من فترة نبقى فيه مدير فني مستمر هو اللي يكمل ويقرر الحكاية اللي من النوع ده. كان قبل كده الكابتن خالد جلال هو اللي كان جاب المجموعة واللي اختار واللي اتفق واللي وافق، المجموعة اللي يعني زي بن شرقي وأناجم والمجموعة دي، بالإضافة طبعا لأمير مرتضى منصور. المهم، فده الموسم. منهم من ضمن الاوراق اللي هتكون موجوده امام كارتيرون واداره الزمالك بتاعت الكوره او اداره الزمالك بشكل عام، لعيبه المعار. الزمالك عنده 5 لاعبين معارين، في معروف يوسف، في احمد فتوح، في احمد رفعت، في رزاق سيسي. فالاسماء المعارين هتتحط قصاد الراجل كده، عندنا 1 2 3، عملوا ايه السنه دي؟ لكل واحد فيهم ملف في الزمالك، يعني بعض الناس ممكن تتعامل مع زيك باعتبار ان فوضوي، ما فيش كده خالص. في اداره الكوره في الزمالك الفتره الاخيره 3 مواسم الاخيره، وليس نفاقا يعني الامير مرتضى منصور، لكن ده بيحصل لكل واحد ملف، عدد مباريات لعب قد ايه، الوقت يعني لعب مبارياته قد ايه، والوقت في المباراه كم مره دخل، كان اساسي كم مره، احتياطي شارك كم، تفاصيل كم حراس كم تمريره، الحاجات دي كلها موجوده في ملفهم يعني. فكل هذه الامور هتعرض على كارتيرون.
بالإضافة لتصورات كارتونو عن الموسم الجديد والمجموعة اللي موجودة معاه والقواعد الجديدة في المحترفين، إن كان هيبقى في قواعد جديدة في ظل اللي احنا شايفينه دلوقتي. فبالتالي فيما الأسماء دي هتعرض على الراجل عشان يقرر هيعمل ايه. المعلومات أو يعني الأمور المشار إليها داخل الزمالك إنه أحمد فتوح في الأغلب العام سيكون هو الرقم الأول في العودة من المعارين، وإن الزمالك وإدارته يأملون إن أحمد فتوح يبقى على ما يمشي على خطى أوباما اللي راح احترف سوري اللي راح أعار أكتر من سنة ورجع متألقا زي ما انتم شايفينه رغم بعض الأخطاء اللي بيعملها، ومصطفى محمد اللي برضه راح خرج شوية معارا في الدوري المصري وعائدا متألقا كمطره. فالناس تأمل إن أحمد فتوح اللي أدى يعني بطولة رائعة وممتازة في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة في نوفمبر الماضي، والكل يأمل في الزمالك إن اللاعب بقى يبقى كمان مكسب آخر للزمالك من المجموعة اللي تم إعارتها وعادت زي أوباما ومصطفى اللي هو الزمالك برضه بيطلع إعارات للسنة دي بس لسوء الحظ ما كملش الموسم لطنطا المجموعة من الشباب والأسوان. وهي زي ما قلت لكم إنها طريقة خلاص ده التفكير إنه خلال لو كانت الامور مستقره يعني في الدوري والامور ماشيه ان انت كان في سنه او سنتين وهتلاقي عدد لاعبين من ابناء نادي الزمالك في القوام الرئيسي كتير وكبيره بتعدي العشرة مثلا، القوام الاساسي اللي هو من ال 30 دول في 10 11 واحد ومع الوقت هيزدادوا. ادي اول واحد احمد فتوح. تانيهم العوده برضو قريبه لمعروف يوسف. صحيح هو جنسية نيجيرية لكن ممكن يتم التعامل معاه بشكل مختلف، لكن هو فكرة وجود معروف ممكن يكون هو الأقرب. يعني احنا عندنا المؤكد أحمد فتوح، الأقرب هو معروف يوسف، الأبعد أبعد واحد هيبقى آخر واحد هقوله تمام، بعد اللي موجود ثم الأقرب ثم تيجي بقى المساحة اللي بعديها اللي هو رزاق سيسي. رزاق الاتحاد السكندري اتصور هيرغب بشدة في انه ينهي فكرة الاعارات ويشتريه من الزمالك، وتصور ده هيبقى الاقرب للحدوث. فرزاق سيسي هيكون موجود بنسبة تتخطى 90% في صفوف نادي الاتحاد، خصوصا ان هو متألق مع الاتحاد والاتحاد يعني شايف انه من نجوم فريقه وعاوز يحافظ على قوام الفريق برضه، وعشان كده والحفاظ على قوام الفريق اللي عمل نتائج محترمه السنه دي بصراحه دي لازم نشكر عليها الاستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد انه قدر يعمل مجموعه محترمه جدا بالاضافه طبعا للكابتن طلعت يوسف. المجموعه دي عاوزين يحافظوا عليها عشان لو حتى الموسم ده انتهى المجموعه دي عملت نتائج محترمه في الفتره اللي فاتت فمش عاوزين يخسروها، عشان كده هيبقى برضو الطلب في استمرار احمد رفعت، لان رزاق سيسي واحمد رفعت من اهم نجوم الاتحاد السنه دي، وبالتالي مهم جدا ان هم بيفكروا، لانه اللي انا اعرفه ان الاتحاد كان يفكر جديا في ان هو يبقى عنده يا اما في المركز الثالث على الاقل او يبقى بطل الكاس عشان عاوز يرجع افريقيا. فالرغبه بتاعت الاستاذ محمد مصلحي للعوده لافريقيا هتخليه يبقى عاوز يحافظ حفاظ تام على قوام الفريق اللي قدر يعمل التالق اللي حصل في الفتره الاخيره. ثم يجي اخر واحد اللي انا بقول لكم ان هو الابعد. الابعد بمعنى كلمه الابعد، ممكن بقى يتم الاستغناء عنه يعني ايا كانت الصياغه، وهو رؤى. ورؤى كان راح انبي معارا ففشل ولم يتم يعني الاعتماد عليه، ثم ذهب الى طلائع الجيش معارا برضه من الزمالك في بدايه النص بدايه يناير، لكن كل الامور تشير الى ان رؤى اللي كان موجود كنت ازاي ممكن يرجعه ويتعامل معاه باعتباره ممكن يحل مشكله خط الوسط في غياب محمود عبد العزيز، لكن ازاي ما فكرش فيه، فمعناه انه بنسبه كبيره مش هيكون موجود في نهايه الموسم. رؤى هو اللي هيكون ابعد المعارين في العوده ده بالنسبه لي، رغم ان انا كنت شايف انه هو لاعب ممتاز وبتاع، لكن واضح ان برضه الطموح والامور بتغير في حاجات كتيره جدا يعني.
مهم، ده حال المعارين وده اخر كلام في موضوع المعارين، وانه في اخر الامر كل الاوراق هتبقى قصاد كارترون في نهايه بقى القرار بتاع نهايه الدوري لو تم، او حتى لو الدوري استمر وخلص الموسم برضو المجموعه دي هتبقى اوراقها قصاد الراجل، وممكن يطلب يشوفها وممكن ما يطلبش. كل الامور دي هتبان خلال الفتره الجايه، وده اخر كلام عن موضوع المعارين. وشوفكم دايما على خير، شكرا، ولا تنسوا الاشتراك في القناه فضلا لا أمرا.